بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد. في هذه الحلقة لا صوت يعلو من استكمال الدوري المصري لكرة القدم، وأيضا بالنسبة للأندية الأدنى أو الأقسام الأدنى إلى الآن لم تعرف هل هي تستكمل أم يتم إلغاء الأقسام الأخرى. سمعنا اتجاهات كتيرة، سمعنا آراء كتيرة، سمعنا إن هياخدوا دورة رباعية في القسم الثاني وأيضا في القسم الثالث صعود الأول، لكن لسه اتحاد الكرة ما خدش، أو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ما خدتش قرار حتى الآن. الأندية محتارة واللاعيبة محتارة، يا ترى هيتم استكمال الدوري أو يتم إلغائه. إلى الآن لم تأخذ اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها في شأن الأقسام الأدنى. عرفنا أن الدوري الممتاز المصري هيصعد، هياخد المركز الأول بطولة الدوري ونزول ثلاث فرق إلى القسم الثاني. طيب بالنسبة للقسم الثاني، هناك لسه في كل مجموعة من الثلاث مجموعات خمس مباريات. هل يتم دورة رباعية لأول أربع فرق في كل مجموعة ويصعد الأول مباشرة إلى الدوري المصري، أم يتم لعب الخمس مباريات لكل فريق في المجموعة؟ هل يتم إلغاء الهبوط هذا الموسم أو الإبقاء على نظام المسابقة هو هبوط خمس فرق، أو يتم تقليل الخمس فرق إلى فرقتين أو ثلاث؟ كل هذه الأسئلة موجهة للاتحاد المصري لكرة القدم. أيضا في القسم الثالث هناك 12 مجموعة في القسم الثالث، في بعض المجموعات اتحسم أمرها وصعد منها أوائل المجموعات بغض النظر عن المباراتين المتبقيتين، يعني شايفين أندية زي كفر الشيخ، بن عبيد، قنا، أسمنت أسيوط، الأربع فرق دول ضمنوا الصعود أول المجموعة بغض النظر عن المباراتين المتبقيتين لكل منهما. باقي المجموعات هل يتم استكمال دور القسم الثالث أو يتم إلغاء؟ كل هذه أسئلة مطروحة للجنة الخماسية اللي تأجب عليها. يعني الأندية المصرية زي ما قلت لحضراتكم في الأقسام الأدنى ولا نادي عارف هو هيكمل الموسم ولا لأ، واللعيبة قاعدة في البيوت ولا بتتقاضى مرتبات، وهم أكل عيشهم كله كرة القدم. كل هذه الأسئلة مطروحة في حلقة اليوم من كرة البلد. النهاردة بالرغم أن البرنامج رياضي، لكن إحنا معانا نموذج طيب جدا للشاب الطموح المصري. معانا كوكبة من ضيوفنا النهاردة، الحاج محمود عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة شركة العاطي للتشطيبات المعمارية. أهلا بك يا حاج محمود. أهلا أهلا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. ومعانا أيضا الأستاذ محمد عبد الله أبو مازن، مدير شركة العاطي. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا أهلا وسهلا أستاذ محمد، أهلا محمد. ومعانا المهندسة المتألقة دايما، المهندسة ندى محمود عبد العاطي، مديرة القسم الهندسي بالشركة. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. أنت إيه رأيك يا حاج محمود في يعني سؤال رياضي كده في بداية حديثنا؟ اتفضل. رأيك في الكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة عن استكمال الدوري المصري في الدوري الممتاز والأقسام الأخرى، محدش لسه يعرف إيه اللي هيتم فيه. تمام. الكلام اللي حضرتك قلته طبعا أنا بضم صوته لصوت حضرتك، أنا بأكد عليه لأنه فعلا كلام في الصميم وفي الحقيقة. تمام. الكابتن او الاستاذ محمد مازن ابو مازن، محمد عبد الله، انت رياضي وبتعشق كره القدم، يعني وجهه نظرك في هذا الموضوع. كلنا اكيد مع استكمال وعوده النشاط، لابد من عوده النشاط. الفتره اللي وقف فيها النشاط احنا كشباب فكرنا في الحملات الالكترونيه اللي حضرتك يا استاذ محمد اكيد تابعتها معانا. فهدف الحملات الالكترونيه وكاس محبوب الجماهير اللي احنا بنتكلم عنه سببه ان النشاط وقف، فلو النشاط شغال والدورات الرمضانيه على الاقل في الارياف وكده هيكون في روح تانية، هيكون اللعيبه متواجده، هنحس باحساس تاني كلنا مع عوده النشاط يا استاذ محمد.
يعني انتوا عاملين نموذج طيب استاذ محمد. تمام. نموذج طيب في جائحه كورونا. يعني الشركه عندكم فكرت في عمل دوره الكترونيه. بالزبط. وكان لها صدى كبير جدا جدا، كل لاعيبه الدوري المصري والاقسام الاخرى شاركت فيها. قول لنا نبذه كده عن هذا الدوري. بطوله كاس محبوب الجماهير الالكترونيه، البطوله دي بطوله الكترونيه بسبب توقف النشاط. تمام. لما النشاط اتوقف، وطبعا حضرتك عارف الدورات الرمضانيه في الاماكن عندنا لها تاثير كبير جدا، فالروح دي وقفت، فحاولنا نفكر ان احنا نرجع الروح دي بشكل الكتروني بسبب الكورونا طبعا، وان مفيش دوري مفيش كوره مفيش دورات. فبدانا احنا كمجموعه شباب نفكر في فكره ان احنا نعمل بطوله الكترونيه. البطوله دي الهدف منها اللي هيفوز هيفوز بالتصويت، اتنين لعيبه بيلعبوا بعض والمصوتين بيدخلوا على جروب شركة العاطل للتشطيبات المعمارية، بيقدروا يصوتوا. التصويت بيتفتح لمدة 24 ساعة من 8 مساء ل 8 مساء، وبكده نعلن الفايزين. أبرز اللعيبة اللي موجودة في هذه الدورة معانا صعد، احنا الوقت في الدور 16 انتهى، غدا ان شاء الله الخميس هيبدأ الدور 8. صعد معانا في الدور 8 كابتن العقاد والكابتن وليد حسين، ان شاء الله ده ماتش الخميس. معانا ماتش يوم الجمعه بين كابتن احمد سمير والكابتن احمد ابو العيله. معانا ماتش يوم السبت كابتن اسلام محفوظ نجم كبير والكابتن اشرف اسماعيل. في اخر ماتش في دور الثمانيه هيكون بين كابتن مصطفى مكاوي وكابتن عادل جمال باذن الله. يعني كل الاسماء اللي انت حضرتك اشرت ليها كلها لعيبه حضرتك متميزه طبعاً جدا حضرتك. منهم اللي بيلعب في الدوري المصري طبعاً. بيلعب في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. ده يعني اسماء لامعه في كره القدم. نروح للباشمهندسة ندى ومديره القسم الهندسي بالشركه. قبل ما نبدا بقى في التشطيبات المعماريه هنسالك سؤال رياضي، يعني انت بتشجعي الاهلي ولا الزمالك؟ لا الاهلي. الاهلي بشجع الأهلي. كل النوادي طبعا يعني على راسي، بس انا بشجع الاهلي. تمام. ومنتخب مصر بالنسبه ليكي؟ طبعا يعني هو منتخب مصر المنتخب الرئيسي بتاعي. تمام. طيب أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كرة البلد. معانا زي ما قلت لحضراتكم النهاردة الحاج محمود عبد العاطي رئيس مجلس إدارة شركة العاطي للتشطيبات المعمارية. رحلة كفاح طويلة من شاب طموح، عاوزين نبدأ معاكم يعني بداية الحاج محمود عبد العاطي. أهلا أستاذ محمود. اتفضل. بدأت إزاي يا حاج محمود؟ بالنسبة للعمل بتاعي طبعا بدأت صنايعي عامل. تمام. بدأت عامل أشتغل في المحارة طبعا. تمام. اللي هو التخفيق، وكان ربنا بيكرم واحدة واحدة طبعا، كل ما اجتهد الشخص كل ما وصل للي هو عاوزه، من عامل لصنايعي لبعد كده ان شاء الله مقاول. الحمد لله تم افتتاح شركة العاطي، وتعتبر منشقة مثلا من شركة الهبة للاستثمار العقاري الحاج اشرف جاد عبد الصمد. تمام. لان تم فتح الشركة من سنتين. تمام. واحنا متواجدين في شركة الحاج اشرف جاد اللي هي شركة الهبة للاستثمار العقاري، وطبعا هو اللي ادالنا دفع لفتح شركة التشطيبات لان هم عقارات، وبعد كده عرض علينا ان احنا نفتح شركة التشطيبات دي. تمام. طبعا كانت موجودة المهندسة ندى بالاضافة للمهندسات زمايلها، لان هي من هواة ان هي تشغل مهندسات بنات زيها. تمام. وطبعا ده مش تقليل من المهندسين الرجاله، لكن هم كبنات حبوا يثبتوا بالفعل ان هم لهم دور قوي جدا، وبدات من هنا الشركه الحمد لله حققت نجاحات كويسه جدا. انما البدايه زي ما قلنا ان احنا بادئين عمال، اشتغلنا صناعيه، واشتغلنا مع ناس كتير ومقاولين كبار، واشتغلنا الحمد لله الفضل في ده كله يرجع لله عز وجل ثم لابويا، لأن هو أساسا مباد محارة، يرجع الفضل من عند أبويا لأخويا الكبير، هو اللي علمنا طبعا الحاج محمد عبد العاطي، علم الأسرة كلها. تمام. علمهم الصنعة وإزاي نكون بنتفانى في صنعتنا ونقدر نقدم عمل كويس جدا، والحمد لله اجتهدنا بالفعل، وعلى يد أبويا وأخويا الكبير بدأنا نعمل اسم الحمد لله. يعني رحلة كفاح طويلة جدا محمود. جدا، تعتبر من
من ساعة ما كان الواحد في السنة الأولى ابتدائي تمام ياخد الأجازة وينزل الشغل تمام طبعا الحمد لله. الأستاذ محمد عبد الله مدير شركة العاطي، أنا شايف يعني أنت حضرتك قايم بالليلة كلها يعني بجوار الحاج محمود عبد العاطي في كل حاجة أكيد. يعني قول لنا طبيعة عملك كده. زي ما قال الحاج محمود، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للحاج أشرف جاد عبد الصمد. كلنا بنعمل اندماج الشركتين مع بعض، أنا مدير شركة الحاج أشرف جاد والحاج محمود، روح بينهم الاثنين روح أخوة كبيرة جدا. بننظم العمل عن طريق الاستثمار العقاري وربط بين التشطيبات المعمارية، ربط متكامل بين الشركتين حضرتك يا أستاذ محمد. تمام. مع طائم الباشمهندسة ندى المسؤولة عن المهندسات زي ما الحاج محمود قال، روح متفانية ما بينهم وبكده بيكتمل العمل بتاعنا بإذن الله. الباشمهندسة نادية يعني ندى، يعني دائما ما نلاحظ في العمل الهندسي رجال، لكن بنت كده وتقف في الموقع وتعمل إنشاءات وتعمل تشطيبات، ده يعني ازاي جات لك الفكرة؟ هو اولا البنت ما تقلش عن الولد في مواقع التشطيبات. تمام. اثبتنا نفسنا انا وزمايلي المهندسات، يعني انا مش لوحدي، اننا احنا نقدر نقف في موقع ونثبت شغلنا، سواء مثلا ممكن ان احنا نعلق بالاعتراض على شغل صناعي معين او نلغي اصلا الشغل اللي هو عمله. تمام. ويرجع يعمله على حسب اللي احنا طالبينه برضو. فمن هنا اصلا الصناعيه نفسهم عرفهم يعني فكره ان احنا نكون داخلين عليهم ومستقلين بيهم، لا ما تسالوش بينا، شوفوا الاول شغلنا او شوفوا تعليقاتنا وبعد كده احكموا علينا. تمام. فطبعا بدات الفكره تتغير بالنسبه لهم، وجهه نظرهم اتغيرت، وبالعكس في منهم اللي كرهونا بسبب تعليقاتنا. بس دي طبيعه شغلك، ما فيش حد يكرهك يعني. طبعا. حتى لو هم كرهونا في وقت الشغل مثلا او اعترضوا علينا ان احنا مثلا ازاي نعلق او نبوظ الشغل او نرجع نفكه تاني من اول وجديد، لان هم بعد ما بيخلصوا الشغل يقولوا لا تمام انتوا فعلا شغلكم صح وكان المفروض ده اللي يحصل، بس احنا عشان تعبنا فده كان اعتراضنا يعني بس. تمام. الحاج محمود، رساله لكل الشباب. الشباب تمام. اللي هو عاوز يعمل نفسه بنفسه، الشاب العصامي، رسالة بتوجه لهم وتقول لهم ايه؟ هو للكل، ليس للشاب العصامي بذاته ولكن لجميع الشباب، لا تنتظر ان يعينك احد. تمام. اعمل لنفسك، اجري، اجتهد، اعمل اسمك، افحط في الصخر، اعمل المستحيل. لو مستني حد بعينه هيعمل لك حاجة، حد هيرفعك، مستحيل. انا عايز حاجة انا هوصل لها باي وضع من الاوضاع، عايز شيء معين، عاوز اوصل لاسم معين، ايا مكان نوع اللي انا عاوزه، لو اجتهد الشاب ايا مكان، عامل صنايعي في مجال علمي في مجال اي مجال من المجالات، لو عاوز حاجة يعملها ويجتهد لها، فاللي بنظر للشيء وبيجري وراه بيقدر ان شاء الله ربنا يحقق له طموحاته زي ما هو عاوز. تمام. انت شاب طموح يا استاذ محمد، ومن الشباب المخلصين اللي بتحب العمل، ويعني رساله بتوجهها للشباب اللي من جيلك. احنا كلنا واحد طبعا، انا ما بشتغلش لوحدي، معايا مجموعه من الشباب في موضوع البطوله، مجموعه كبيره جدا. بوجه للشباب ان احنا لازم نكون في فكر جديد، مثلا في كورونا وفي توقف للدوري، ممكن فكره تانية زي اللي احنا عملناها نفكر ان احنا نرجع النشاط باسلوب تاني، كلنا ندعم عوده النشاط. تمام. لازم يكون في اصرار على كده. تمام. الباشمهندسه، في مهندسين شغالين معاكي، يعني رساله بتوجهها لهم بتقول لهم ايه؟ في ناس بتتعب معاكي. طبعا معايا فريق مهندسات كامل تعب معايا، وكل شخص فيهم حقق نجاح في الشركه، سواء كانت المهندسة رهام أو المهندسة شرهان. تمام. مهندسة إسراء، ومعنا المهندسة أمان، مهندسة مي، ومهندسة مها، كلهم طبعا بوجه لهم الشكر. كلكم أنجزتوا في الشركة، وكلكم كل واحد عمل ديزاين أو صمم حاجة رفع الشركة معاه. بوجه طبعا شكري للأستاذة إلهام والأستاذة عزيزة، طبعا احنا تحت رعايتهم في الشركة كلها. تمام. اشمعنى يعني جيت عند الباشمهندسة إلهام وابتسمت كده ابتسامة يعني؟ لا، طبعا أستاذة إلهام
دي مديرة الشؤون القانونية عندنا في الشركة، بس يعني أنا بقول إن إحنا فعلا تحت رعايتهم، هما بيمثلوا لنا كتير. تمام، بالتوفيق إن شاء الله دايما إن شاء الله. حاج محمود قول لي يعني بعض المشروعات اللي أنت قمت بها يعني في موضوع التشطيبات المعمارية. من أهم المشروعات طبعا رقم واحد زي ما ذكرنا قبل كده شركة الهبة للاستثمار العقاري الحاج أشرف جاد، قمنا بجميع تشطيباته المعمارية على مستوى الأبراج اللي عملها، وطبعا الحاج أشرف بيعد رقم واحد في مركز ذكرنس من رجال الأعمال المستثمرين، فكون إن احنا نمسك تشطيبات شركة الهبة فدي الوحيدة ترفع من شأن شركة العاطي وتمد لها بالنجاح. بعد كده حضرتك طبعا قمنا بمشاريع كبيرة جدا زي مثلا الشركة صممت مولات كتير، عملت مطاعم كتير. بالنسبة للمشاريع المهمة فيعتبر المشاريع اللي تقدمت من الشركة كلها مهمة. تمام. كلها ما كانش فيها مشروع قليل، لان حتى على الاقل لو المشروع صغير فحيز الاهتمام اللي الشركة بتديهوله فبيكون كبير، يعني حتى لو ان المشروع مساحته صغيرة فالاهتمام اللي بياخده من الشركة او اهتمام صاحب المكان نفسه هو اللي بيرفع شأنه وبيخليه مكانه كبير. تمام. الاستاذ محمد عبد الله انت دايما يعني بوجه لك سؤال رياضي لانك انت قريب من الشق الرياضي، يعني رأي حضرتك في مراكز الشباب والأندية الصغيرة اللي ما بتاخدش دعم من اتحاد الكورة او وزارة الشباب والرياضة، في أندية مظلومة، عاوزين يعني رسالة نوجهها لوزير الشباب والرياضة واللجنة الخماسية في الاتحاد المصري لكرة القدم نقول له ايه؟ اتفق مع حضرتك تماما يا استاذ محمد في موضوع مراكز الشباب. مراكز الشباب دي معتمده على الشركات الراعيه ليها، يعني ليكن شركه العاطي بترعى مركز شباب معين، شركه الهبه بترعى مركز شباب معين، الضخ المالي لمراكز الشباب ضعيف جدا، حتى في عوده النشاط هم لعند الوقت ما حدش فاهم ايه مصيره. تمام. ممكن نتكلم على الدوري الممتاز، خلاص احنا بدانا نحط النقط والحروف وبدانا نفهم ايه مصير خلاص الدوري الممتاز خلاص بدا يبان. تمام. اما مراكز الشباب مفيش حاجه، مفيش دعم. بتوجه طبعا بكل الدعم لمراكز الشباب، في نجوم كبيره جدا الاسماء اللي احنا قلنا عليها دي موجوده في مراكز الشباب، محتاجه دعم كبير عشان تظهر وتاخد فرصتها كامله، لان اكيد الفرصه ضعيفه جدا لمراكز الشباب، ويجب الاهتمام بمراكز الشباب والانديه الصغيره. لما يعني احنا بنقول دعم بسيط لمراكز الشباب والانديه الصغيره ناخد الكلام من حضرتك، لكن احنا بنبص لتعاقدات اللعيبه في الدوري المصري حاجه يعني مهول. كبيره جدا. طبعاً. يعني لسه خبر جاي لي اهوت ان نادي الاهلي انهى صفقه طاهر محمد طاهر ب 21 مليون جنيه علشان ياخده من مقاولين العرب للنادي الاهلي، واللي حاطط في العقد 20% في حاله بيعه لاي نادي اخر، يعني مبالغ كبيره جدا. في انديه القسم الثاني والثالث يا جماعه مرتب اللاعب 1000 جنيه 1500 2000 جنيه بالكتير، بيقبض عقده اول سنه باخد 20000 30000، هيعملوا بيه ايه وهم قاعدين الوقت بقالهم 4 شهور في البيت؟ دي رساله بنوجهها للجنه الخماسيه، يا لجنه خماسيه اللي بتدير اتحاد الكوره، نظره لانديه الاقسام الادنى سواء القسم الثاني او القسم الثالث او القسم الرابع، بصوا للعيبه اللي موجوده وقاعده في البيوت وما بتحصلش على اي مستحقات ماليه حاليا بقالهم 4 شهور. عرفنا ان في لعيبه شغاله على تكاتك، ولعيبه شغاله في محلات، ولعيبه يعني بيشتغلوا باليوميه، لعيبه كتير عاوزه تاكل عيش وفاتحين اسر، هياكلوا منين اللعيبه دي؟ لابد من نظره للانديه الضعيفه، الانديه الناس الغلابه، القسم الثاني والثالث والرابع. ايه رايك في حضرتك في اللعيبه اللي قاعده بقى لها 4 شهور دي وما بتقبضش اي حاجه لعند الوقت؟ لا طبعا احنا لازم ندعمهم علشان يعني نمشي حركه الشغل عندهم زي ما بدات الحركه عندنا تمشي في كل المجالات. يعني انت بتطالبي بعوده النشاط مره تانية؟ طبعا ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين معانا صوره وتعليق كده، هنشوف الصوره الاول معانا. صورة وتعليق.
يعني احنا معانا صور لبعض التشطيبات يا حاج محمود. طبعا. ممكن تعلق لنا على الصور اللي موجوده كده، ومعانا الباشمهندسه برضك، ولا الباشمهندسه تعلق لنا على الصور كده؟ علق لنا يا باشمهندسه. اتفضل على الصور اللي انت شايفاها قدامك على الشاشه. طبعا هي الرؤيه غير واضحه يا شاشه يا باشمهندسه. تشطيبات موجوده قدام حضرتك اهوت. مطعم ابو عويضه. مطعم ابو عويضه. كافيه ابو عويضه. الصوت بس شويه بعد اذنك. ده كافيه ابو عويضه. ثلاث ادوار عندنا في المركز يعني في تكرنس. دي اعزائي المشاهدين بعض التشطيبات المعماريه اللي شركه العاطي قامت بيها، بعض النماذج يعني. بالنسبه لكافيه ابو عويضه ده طبعا ده حصل فيه تعديلات، يعني ده كان المفروض عباره عن ثلاث ادوار سكني. تمام. وتم تعديلهم ان هو يكون بنظام كافيه. تمام. يعتبر الشغل اخذ مننا مجهود كبير، فضلنا تقريبا كنا بنطلع من الساعه 7 الصبح نبقى في الشغل نرجع 7 بالليل. تمام. يعني 12 ساعه في الشغل. كنا ملازمين فعلا، متابعين في الشغل في الكافيه بالذات. كنا مداومين من اول فتره، يعني من اول ما بنروح الشغل لحد ما بننتهي انا والمهندسين. تمام. طبعا ما كانش بقى في مهندسين معانا، وكنا برضو قادرين ان احنا نقف ونسد خانه قصاد الصناعيه. تمام ما شاء الله. مكتب الحاج اشرف. الحاج محمود علق لنا على الصوره اللي موجوده قدام حضرتك. الصورة دي بتاع الحاج اشرف. ده المكتب ده المكتب. ده الشركة الجديدة بتاع الحاج اشرف، جت في المنصورة. تمام. طبعا المهندسة بدأت في التصميمات بتاعتها وانتهينا منها، واتعرضت على الحاج اشرف جت طبعا وتمت الموافقة عليها، وبيتم العمل والتشطيب فيها، انما بتسلم الصورة بنفس الوضع اللي موجود بالظبط. تمام. عملتوا ديزاين واحد يا باشمهندسة ولا اتنين؟ هي تقريبا تعرف بقى. عملت اتنين. احنا كنا عملنا ديزاين كلاسيك، وطلب مننا ان يتشاف عندنا الديزاين مودرن منه هيبقى ايه. عملنا برضو ديزاين مودرن، وقالوا طب ممكن تصور تاني، عملنا يعتبر ثلاث تصورات ليه. تمام. علشان يختاروا منه ديزاين. وطبعا لو في اي حاجه او تعديل في اي ديزاين احنا بنقدمه بيرجع لنا تاني على حسب ما العميل يبقى. تمام. عاوزه بالظبط. تمام. الصوره اللي قدام حضرتك ديت الاستاذ محمد عبد الله، قول لنا الصوره اللي قدام حضرتك. دي صوره مطعم ايه؟ ابو عويضه برضه صح؟ الصوره بعيده مش هي الصوره بعيده يا استاذ محمد، ولكن من الرؤيه كده برضه ان هو مطعم. ده المطعم برضه. ده مطعم ابو عويضه برضه. ابو عويضه في المول تقريبا. في المول هيجي بعد كده. المطعم طبعا خدنا فيه وقت رهيب زي الباشمهندسه ما قالت، لانه كان عمل مهم جدا في مدينه ديكيرنس. تعديلات كتير جدا، وقمنا بشكل رائع وتم التنفيذ فيه ان شاء الله. دي برضو عندنا دي اماكن سكنيه، شقه سكنيه تقريبا، الرؤيه بس مش واضحه. طيب اعزائي المشاهدين الكرام، معانا تقرير من الروضه، يعني بيجهز معانا تقرير للروضه، هنشوفه بعد لحظات. الزميل احمد مجاهد عامل لنا عن استعدادات نادي الروضه، هنشوفه بعد لحظات اعزائي المشاهدين. قلت لحضراتكم يعني شركه العاطي للتشطيبات المعماريه عامله نماذج طيبه جدا جدا، يعني بتستلم العماره على عاوزه من بدايه المحاره بتسلمها على المفتاح، تشطيبات من كل حاجه، يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين في الاعلان اللي موجود. طيب معانا الحاج محمد عبد العاطي. ازيك يا حاج محمد؟ الله يسلم سعادتك. ازيك يا محمد؟ دي زي الصحه. الله منور لنا يا حاج محمد والله. تحياتي لحضرتك. معانا الحاج محمود عبد العاطي اللي هو دايما بيجيب سيرتك بكل خير، وبشكر في حضرتك، وقال لك هو اللي علمني وهو اللي يعني وعلم اخواتي كلها، فتقول له ايه النهارده هو في برنامج كره البلد؟ الله يكرمك الحاج محمود. طبعا لا يجازى بأي كلام، لأن ده مثال إنسان مجتهد من صغره، فكل التحية والتقدير له يعني على مجهوده اللي خدنا طور به الشركة. خدنا المجهود طبعا، خدنا المجهود منك طبعا.
انت اللي علمتنا. شرف لنا مدى الحياه طبعا يابا، الله يبارك فيك ويديك الصحه. محمد علمتنا احسنت التعليم. الله يكرمك محمد بيه الحاج محمود، ليه لمسات مميزه وفعلا هو مثال وقدوه للانسان المكافح اللي دايما العفو العفو كله يرجع ليك انت طبعا، كله يرجع ليك، الفضل لله عز وجل ثم ليك انت، القامه والقيمه الكبيره بتاعتنا، انت الاب والاخ الكبير. زي ما المثل بيقول لو صمنا وصلينا ما نوفقش حقك، الله وكيل. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعلك دايما الكبير في كل مكان تروح. انت خير مثال. ربنا يعزك، ربنا يعزك. وللاخ وللابن برضه يعني. طب بتقول ايه للباشمهندسه ندى النهارده يا حاج محمد؟ الباشمهندسه ندى يعني نموذج للمهندس المجتهد اللي المفترض ان هو يكون قدوه لزميله. كل التحيه والتقدير لها، ربنا يعينها ويوفقها هي وجميع الشباب اللي زيها. اثبتت وجود غير عادي للشركه، حطت بصمه هي وزمايلها مميزه جدا. اسم العاطي ما تعملش كده من فراغ يعني. اتعمل بيك يا حاج، اتعمل بيك. الله يكرمك، تحياتي لحضرتك وللبرنامج ولدعمك للشباب كله. شكرا يا حاج محمد والف شكر على اتصالك. شكرا للحاج محمد عبد العاطي الشقيق الاكبر للحاج محمود عبد العاطي. ربنا يبارك فيك. طيب حاج محمود يعني رساله عاوز توجهها لكل من هو مقبل على التشطيبات المعماريه، تقول له ايه؟ ان حد يشطب او عايز يشطب يتوكل على الله، يشطب بالامكانيات اللي هو عاوزها، لان ممكن باقل الامكانيات يوصل لاعلى التشطيبات. تمام. اي واحد ان ممكن يقول ان التشطيبات مكلفه زياده عن اللازم، انا اسف له طبعا، التشطيبات ممكن باقل فلوس توصل لاعلى جوده. تمام. المهم توظف الفلوس في عملها الصحيح في مكانها اللي المفروض تتحط فيه. ما اقدرش اصرف على الفاضيه والملانه، او ان انا مثلا احط حاجه وارجع اعيد واشيل واعمل. انا من البدايه اختار كويس وابدا في عملي كويس، هعمل باسعار رمزيه خالص ومش هكون مكلفه ولا حاجه. يتوكلوا على الله يشطبهم. اللي عايز يعمل حاجه هي غير مكلفه بالمره، وبرضه بالجوده العاليه وبالخامات الكويسه جدا، انما ان شاء الله تقدر تشطب باسعار قليله جدا ان شاء الله. استاذ محمد عبد الله يا بقى نفس السؤال، يعني كل من هو مقبل على التشطيبات المعماريه تقول له ايه؟ طبعا اقول له حضرتك التشطيبات المعماريه مجال كبير جدا مفتوح، في حاجات لازم يكون معاه مهندسين يقدر. مثلا هنتكلم في منطقه العزل، دي حاجات بتغفل عن ناس كتير جدا، لازم يكون في مهندس مسؤول عن التشطيبات، ده شيء مهم. لازم يكون في جودة في الخامات، في خاصة في أدوات السباكة، ده عامل بيفرق كبير جدا، خاصة في أدوات الكهرباء ده برضو عامل بيفرق كبير جدا. فلازم يختار المهندس الصح والشركة الصح اللي تقدر تطلع له حاجة تستمر مدى الحياة. تمام. الباشمهندسة ندى، كل من هو مقبل على التشطيبات المعمارية وعايز يشطب شغله تقول له ايه؟ أنا طبعا متفق مع الأستاذ محمد في رأيه أن هو يلجأ فعلا لشركة تشطيب. شركة التشطيب بتريح الشخص في كل حاجة. يعني أنا مثلا كنت قابلت زباين قبل كده وعانوا من فكرة التعامل نفسه مع الصنايعي، أن هم مثلا ممكن يعذبهم بطلبات كتير أو حاجة. فمنهم شخص قال لي أنا لجأت لشركة تشطيبات وريحت دماغي جدا. أنا تخيل أن أنا ما بصتش أصلا على الشقة غير وأنا بستلم منهم كل التشطيب النهائي بتاعهم. تمام. فطبعا هو بيرتاح، لا بيضطر أن هو يتابع لا سباك ولا نجار ولا كهربائي ولا بتاع جبس ولا محارة ولا أي حاجة. هو طبعا هو بيسلم الشغل للشركة والشركة هي اللي بتسلمه بقى الجودة بتاعتها وبتثبت نفسها. بتسلمه بدي ايه؟ بالمفتاح طبعا. اعزائي المشاهدين الكرام، نخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. عاملين استثمار، اخدت بالك؟ عشان الناس هنا برضو فاهمة الوضع غلط، ان مثلا ان مجلس الادارة بيعمل وبتاع وبيحط الفلوس في جيبه. عم حد الفلوس دي بتخش المركز وبنرجع نعمل مذكرات وبنعمل بتاع، والراجل تفضل مشكورة. النهارده احنا مركز الشباب خد دوري الدرجه الرابعه وطلع الاول على المجموعه بتاعته،
وان شاء الله احنا منتظرين قرار الصعود، لان احنا الاول ان شاء الله وهم الاتحاد خدوا قرارات بخصوص الصعود، فربنا يسهل ان شاء الله ونكون السنه دي في الدرجه الثالثه. اما بالنسبه للمشقه اللي احنا اخذناها او الدور بتاعنا كان طويل شويه، فاحنا كنا في المجموعه الحقيقه كان بينافسنا كفر البطيخ، وكان الكفر البطيخ اول سنه تدخل، فالحقيقه كانت صعبه بالنسبه لنا مع كفر البطيخ لانهم كانوا شاريين لعيبه ووراهم مجلس اداره بيصرف جامد، واحنا مع الامكانيات بتاعتنا الحمد لله صعدنا وبقينا اول المجموعه بتاعتنا. اما بالنسبه لانجازاتنا الثانيه في مركز الشباب، احنا في مركز الشباب الحمد لله عملنا استثمارات ب 900 الف جنيه السنه دي علشان نصرف ونجهز فرقه كبيره على انها تدخل للدوري الدرجه الثالثه وتبقى كويسه وتنافس ان شاء الله، وده امل كبير للروضة ان شاء الله. وبالنسبه بردك عندنا الملعب بنجهزه حاليا استعدادا للدرجه الثالثه، وكمان احنا بدانا ان شاء الله نتجه للنادي الاجتماعي في النادي ان شاء الله، هنعمل نادي اجتماعي كويس. شباب الروضة من المراكز اللي هي الفئة الأولى اللي هي ما شاء الله مركز شباب مدينة متميز، أخدت بالك، حاصل على دوري مركز شباب على مستوى محافظة دمياط، وما شاء الله بينافس أخدت بالك برضو في الدرجة الرابعة، وما شاء الله كان أخدت بالك من الناس اللي هي هتصعد، مش عارف بقى اللائحة بتقول إيه ولا الكلام ده. الحاج سعد يحيى والأعضاء مجلس الإدارة ما شاء الله ناس متميزة ومتفاهمة، في وجود الأستاذ محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة اللي بدينا فعلا أخدت بالك مثال للراجل اللي هو بيسهل الأمور، أخدت بالك، وبيسهل العقبات اللي هي بتقف قدام مجلس الإدارة. الأستاذ سعد أبو يحيى والأستاذ محمود أبو زهرة أخدت بالك ما شاء الله عاملين استثمار، أخدت بالك، عشان الناس هنا برضه فاهمة الوضع غلط، إن مثلا إن مجلس الإدارة بيعمل وبتاع وبيحط الفلوس في جيبه، يا عم الحاج الفلوس دي بتخش المركز وبنرجع نعمل مذكرات وبنعمل بتاع، والراجل تفضل مشكورا جاب اتوبيس اهوتي اخدت بالك اشتراه، وما شاء الله تشوفه حاجه تفرح لمركز شباب. في اهم حاجه حضرتك يعني كمركز شباب انا اتعاملت هنا كمجلس اداره مع الناس اللي هنا، رقم واحد مدير الاداره الحالي الاستاذ رجب عبد العزيز. الاستاذ رجب بصراحه من الناس اللي شفتهم عندهم شغل وعندهم فاهمين في شغلهم، وراجل، لان مركز شباب يعني الناس مش فاهمه كلمه مركز شباب دايما شغل مخالف، ليه؟ لانك بتجيب دي تحط دي مكان دي، لا ما لازم الامور تمشي كده، والراجل متفاهم وشغالين احسن شغل، المهم ما فيش حاجه تخش الجيب، المهم ان في ناس تقدر تقوم بالعمل، والراجل ده صراحه مسهل حاجات كتير لمركز شباب وله دور جامد بالنسبه لمدير الاداره الحاليه بمركز شباب الروض، واحنا بنشكره فعلا على المجهود اللي قايم معانا بمركز الشباب. اما بالنسبه طبعا لمجلس اداره والناس الموجوده، ده منصب شرفي وناس تعبانه وناس بتجري، فانت لو جبت اي واحد من اي مكان يقول لك المجلس اصل ما بيعملش اصل بيعمل الكلام ده، لو جبت هو حاليا شخصيا يمسك المكان مش هيقدر يدير بيته، مش هيقدر يدير مركز شباب وحواليه ناس، فاحنا بنشكر والله. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين الكرام، وانضم لينا الاستاذ شعبان حسني من فريق عمل شركه العاطي. اهلا بك يا استاذ شعبان. يعني قول لنا يعني طبيعه عملك في، انا عارف ان انت حضرتك شغال في شركه العاطي وايضا شركه الهبه. شغال في شركه الهبه حاج اشرف جاد، وشغال مع الحاج محمود عبد العاطي. تمام. باشمهندسه قول لنا مراحل تشطيب العمل، يعني نبدا بمرحله ايه وننتهي بمرحله ايه؟ احنا الاول بندخل الشقه طبعا بتبقى على الطوب الاحمر، اول مرحله من مراحل التشطيب بنبدا فيها هي الكهرباء، تاسيس الكهرباء. تاني مرحله معانا تاسيس السباكه، وبيجي مع بعدها مرحله النجاره، بنركب الحلوق بتاعه الابواب والشبابيك علشان طبعا تبقى معايا ميزان للمحاره، بنعمل بؤج واوتار، البؤج والاوتار للمحاره. في عمليات العزل برضو بالنسبة للمطابخ والحمامات، ودي طبعا مرحلة مهمة في ناس كتير طبعا ممكن تغفل عنها وترجع يحصل طبعا مشاكل بالنسبة لتسريب المية، ودي بيتم اختبارها طبعا تحت ظروف كتير، ان المكان يتقفل ويتملى مية، لو حصل نقص في المية او حاجة يبقى في تسريب في العزل بيرجع تاني يتشال ويتم اعداده من اول جديد.
في بعدها بنيجي مثلا لمرحله الجبس، الجبس سواء جبس مصيص او سواء جبس بورد. بيتم بعده مرحله البلاط. ممكن بقى قبل مرحله البلاط بنبدا الاول سكنتين معجون في الدهانات وبنسيبه، بعد كده بيحصل مرحله البلاط. بعد مرحله البلاط بتبقى السكينه الثالثه والبطانه طبعا وش والتاني، وبعد كده اخر الدهانات بقى الالوان. الالوان حسب الديزاين طبعا، كل الشغل احنا ما بنبداش الشغل في الشقه الا ما يتم تحديد الديزاين، لان ممكن انا احدد مثلا اماكن كهرباء هنا او هنا، او اخلص المكان مثلا تشطيب تاسيس للكهرباء او السباكه ويرجع الديزاين لا الاماكن دي مش هنا فنرجع تاني نعدل. فاحنا طبعا ما بنبداش الا بعد الديزاين ما بيتم. بنيجي بقى للمراحل طبعا الاخيره اللي هو الفينش، فينش الكهرباء او السباكه، ده كله طبعا بيبقى في الاخر. بالنسبه للسباكه الفينش بيبقى في الاخر علشان الحاجات بتبقى معرضه للكسر. بالنسبه لوشاش الكهرباء والكلام من كده علشان اللي هو الدهانات ما تاثرش عليها. كده تمام. بنسلم بقى شقه على المفتاح. تمام على المفتاح برضه. طيب يعني الديزاين لما بيطلب منك عميل بتبعتي له اكتر من ديزاين عشان هو يختار الحاجه المناسبه ليه، وبعد كده من اتفقوا على حاجه معينه بتبدا على طول في العمل. بنقدم في البدايه هو ديزاين، تمام، اختار مثلا ديزاين تاني، اختار ديزاين تاني، او مثلا اختار نوع تاني من الديزاين، سواء يعني احنا مثلا قدمنا مودرن عايز كلاسيك، او قدمنا كلاسيك عايز مودرن، طبعا حسب رغبه العميل. تمام. في تعديل في الديزاين نفسه بنرجع طبعا نعده من اول وجديد ونقدمه له. بتصمم في الوقت الحالي شركه النيجيري للاستيراد والتصدير. تمام. وبدات في الديزاين بتاعها طبعا. تمام. خلصتي او ايه والاستاذ محمد؟ دلوقتي شغالين في شركة النيجيري، شركة الاستيراد والتصدير، خلصنا الديزاين بتاعها تقريبا. التنفيذ هيبدأ تقريبا النهاردة او على بكرة. طبعا تم اعتماد الديزاين، ما حصلش فيه تعديلات ولا اي حاجة. اصحاب الشركة يعني قالوا تمام ننفذ على كده والحمد لله. ان شاء الله. معنا التليفون يا مارينا. استاذ محمد حسين لسه. طيب احنا النهارده اعزائي المشاهدين يعني في حلقه استثنائيه النهارده مع شركه العاطي للتشطيبات المعماريه، هو راعي برنامج كره البلد. هذه الشركه هي راعي كره البلد. معانا النهارده يعني الحاج محمود عبد العاطي. اهلا بيك. اللي دايما بيمد لنا ايد العون في العون في كل حاجه، واقف في ظهرنا علشان برنامج كره البلد ينجح. شكرا. ودايما متالق معانا ان شاء الله كده. ربنا يخليك. قول لنا رساله اخيره كده بتقدمها للساده المشاهدين عبر برنامج كره البلد. رساله لو بنتكلم برضو تاني على العمل، فانا بقول ما حدش ينتظر ان العمل يجيله. كل الشباب يسعوا مجاهدين على انهم يدوروا على عمل، واللي عاوز حاجه بيوصل لها. طب نستاذن حضرتك معانا مداخله كده الكابتن محمد حسين رئيس مركز شباب مترومي. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا يا كابتن، الله يخليك. ازي حضرتك؟ منور الدنيا. الله يخليك، انت منور حضرتك بجهاز العمل للقناه والساده المشاهدين، واهلا بحضراتكم وكل سنه وانتم طيبين. قول لنا انت يعني رئيس مركز شباب مترومي ديكيرنس دقاليه. ايوه يا فندم. قول لنا ايه المعاناه اللي بيعانيها مراكز الشباب في القرى والاماكن اللي هي المظلومه، مراكز الشباب والانديه الصغيره. هي مراكز الشباب بتعاني من الدعم. تمام. الدعم المالي هو المعاناه بتاع مراكز الشباب، وخصوصا مراكز الشباب المشتركه في دوري الدرجه الرابعه. تمام. لان مراكز الشباب اللي بتشترك في دوري الدرجه الرابعه ما بتاخدش دعم وبتصرف من الجهود الذاتيه. تمام. وطبعا ده بيبقى صعب على مجالس الادارات انها توفر انتقالات والتزامات لاعبين وتنقلات وبدل تحكيم، لان طبعا احنا بندفع كل ماتش فلوس تحكيم، وبندفع فلوس استئجار عربيه اسعاف، وبندفع وجبات للعيبه، وبندفع مصاريف، فبتبقى يعني حمل تقيل على مجالس الادارات،
خصوصا ان ما فيش دعم من وزاره الشباب والرياضه لمراكز الشباب وخصوصا اللي مشتركه في دوري الدرجه الرابعه. طب رساله بتوجهها للحاج محمود عبد العاطي بتقول له ايه؟ الحاج محمود عبد العاطي بنوجه له رساله بنقول له متشكرين لان هو دايما الحاج محمود عبد العاطي واقف في ظهر الشباب. شكرا محمد. ودايما في تنظيم الدورات وفي تنظيم الالعاب الفرديه بيبقى له مواقف كويسه مع الشباب. شكرا. وبيدعم العمل الرياضي باستمرار. شكرا. فاحنا بنشكر الحاج محمود عبد العاطي وبنقول له مزيد من ده من نجاح والتقدم. شكرا. وان انت تكون دايما واقف جنب الشباب. شكرا جزيلا محمد بيه. طب طلباتك من وزاره الشباب والرياضه كابتن محمد؟ والله احنا عندنا ملعب سباعي وطالبين ان ادراج الملعب السباعي في الخطه. تمام. لان احنا اكثر من مره طلبنا بتنجيل الملعب السباعي. هنعرف ان حضرتك بتلعب دوري درجه رابعه. ما انا بلعب دوري درجه رابعه وبعاني وبروح بقى بستاجر ملاعب بره للتدريب وللعب لدرجه ان انا اعتذرت الموسم ده للتكاليف البهيضه عليا. تمام. طب عقود اللعيبه عندك ايه يا كابتن محمد كده؟ لا احنا ما عندناش عقود، احنا عندنا طب استمارات. انا عارف ان انتوا في الدرجه الرابعه بتعملوا استماره ما بتعملوش عقد. بنعمل استماره. طب بتدوا اللعيبه ايه؟ اللعيبه بتستفاد بايه؟ اللعيبه بتستفاد ببدل الانتقال ومكافاه المباراه، خدت بال حضرتك في اثناء الفوز بيبقى اللاعب بياخد 200 جنيه على الفوز. تمام. و150 جنيه 100 جنيه تعادل. 200 جنيه فوز بره، 150 فوز جوه. بياخد بدل تدريب على كل يوم تدريب بمبلغ كذا كده يعني. شكرا يا كابتن محمد ونشكرك كابتن محمد حسين رئيس مركز شباب ميت رومي. رساله بتوجهها كابتن محمد استاذ محمد عبد الله مدير الشركه العاطي تقول لها ايه للشباب النهارده؟ انا طبعا بتقدم بخالص الشكر اولا للجنه المنظمه لبطوله كاس محبوب الجماهير، المستر احمد عبد سالم، كابتن احمد الجندي، استاذ احمد عبد الله، الاستاذ احمد منصور، كابتن وليد البكري، وكابتن محمود الهادي، والاستاذ احمد منصور، والاستاذ محمود عبد الغني، والاستاذ عادل عبد العاطي. بشكرهم جميعا لتنظيم الحدث الكبير اللي حصل في مدينه ديكيرنس، وهو حاجه ساعدتنا على عوده النشاط بشكل الكتروني. فعلا بتقدم بخالص الشكر ليهم على المجهود الجبار اللي قدروا يعملوه في الفتره دي ويوصلوا النجاح وحددوا خلاص بنعلن في حلقه حضرتك ان يوم الخميس بكره القادم اللي بعد الاسبوع الجاي ان شاء الله نهائي كاس محبوب الجماهير، واحنا نوعدكم ان شاء الله اللي احنا هنغطي بالصوت وبالصوره ان شاء الله كل الفعاليات. حضرتك موجود معانا باذن الله في الحفله ان شاء الله في برنامج كره البلد باذن الله. حضرتك باشمهندسه رساله بتوجهها النهارده بتقولي ايه في ختام حلقتنا النهارده بالنسبه للكوره؟ في اي حاجه اللي انت عاوزه تتكلمي فيه. بالنسبه للكوره ربنا يعينكم. بالنسبه للشغل بتاعك بقى التشطيبات المعماريه. بالنسبه للتشطيبات انا مش هوجه بقى للتشطيبات، انا بصراحه هوجه للشباب هقول لهم مثلا من يريد يستطيع. انا برضو ما كنتش حاجه وبقيت يعني الحمد لله، فاللي عاوز حاجه بيوصل لها. تمام. رساله استاذ شعبان النهارده بتوجهها للشباب تقول لهم ايه؟ كل واحد استطاع. يعني كل واحد عاوز يبني طريقه لابد ان يجتهد عشان يوصل للحاجه اللي هو عاوزها. للحاجه اللي هو عاوزها. تمام. الحاج محمود عبد العاطي احنا تشرفنا بوجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. ورساله اخيره النهارده بتوجهها لكل الشباب الطموح اللي بدا اللي عاوز يبدا. انت حضرتك بدات من عامل صغير. اكيد. لصاحب أكيد. شركه أكيد. حاليا الحمد لله. وربنا يعطيك يعطيك من فضله. ربنا يعزك. رساله بتوجهها للشباب وتقول لهم ايه النهارده؟ اقول للشباب كان الله في عونكم، اجلعنهم، الله يقويكم، اجتهدوا، اسعوا للرزق الحلال، ربنا يقويكم في جميع المجالات. اي مجال حلال محدش يتراجع عنه ولا يتحرج منه. المجال الحلال اللي هيجيب الفلوس بالحلال توكل على الله واشتغل فيه، ربنا يكرمك وتقدر تحقق فيه نجاح زي اعلم علماء الارض. اعزائي المشاهدين الكرام، كنا في حلقه استثنائيه من كره البلد مع راعي برنامج كره البلد الحاج محمود عبد العاطي رئيس مجلس إدارة شركة العاطي للتشطيبات المعمارية، وأيضا الأستاذ محمد عبد الله مدير شركة العاطي، ومعانا المهندسة
ندى محمود عبد العاطي مديرة القسم الهندسي بالشركة، وأيضا الأستاذ شعبان حسن من فريق عمل شركة العاطي. أعزائي المشاهدين، استمتعنا بكم ونرجو نكون قد أمتعناكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. بنشكر رئيسة التحرير مارينا جمال، بنشكر طاقم التصوير الأستاذ عزت، وبنشكر مخرجنا الرائع النهاردة الأستاذ محمد الكيلاني، بنشكر الشاب الطموح والمهذب محمد المالكي، بنشكر كل أسرة الصحة والجمال، وإلى اللقاء في حلقة قديمة في حلقة قادمة يوم الأربعاء القادم في كرة البلد، كرة البلد في كل بيت في البلد.